حتى إن أعاد ترتيبها على برامج المونتاج، واجتهد بتحريرها في أخبار النشرة التي يشرف عليها. فإن قصته ستبقى غاية في الغرابة. جواد العمري مدير حالي للأخبار في قناة محلية، عمل سابقا في محطات فضائية وإذاعية وصحف عربية، كل هذا وما زال خارج كشوفات المنتسبين لنقابة الصحفيين في بلاده. كثير من الصحفيين أنا دربتهم أو محرر المواقع الإلكترونية، الأردنيون في الخارج ومراسلو وسائل الإعلام غير المحلية، جميع هؤلاء غير صحفيين على ذمة الكشوفات. أعتقد أنه أي نقابة هي هدفها الأساسي أن يكون تنظيم المهنة وليس الإقصاء واستبعاد العاملين في هذا المجال، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك توجه حقيقي الآن لضم كل من يعمل في عمل إعلامي موازي للعمل الصحفي، وأن يكون له حق الانتساب لهذه النقابة. قبل أن تشيخ صحافة الورق، طبع قانون النقابة أولا على مقاسها ومفصلا على أقلام كتابها. بدأ قانون النقابة من العصر المعتق للأثير والزمن الجميل للحبر القديم. من يعرف على نفسه بأنه صحفي وهو ليس صحفي مقيد بسجل نقابة الصحفيين قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب النص الوارد في قانون نقابة الصحفيين التي كانت سابقا قد تصل إلى الحبس، وبعد التعديل الأخير أصبحت مجرد غرامة. العاملون في الصحافة أقلامهم حظوة وأصواتهم سلطة، لكن بعضهم بحسب السجلات أضحى مجرد عابر أثير. أن تكون خريج كلية إعلام وتحمل بطاقة صحفية، تحضر المؤتمرات، تحاور صناع القرار وتنتج الأخبار، كل هذا قد لا يكفي أن تكون صحفيا، فقد أضحى من هو خارج سجلات النقابة بشكل أو بآخر منتحلا لهذه المهنة. مراد البطوشة، العربي، عمان.